نادي الزمالك من وقت ما مجلس الاداره اعلن استقالته من النادي وتقريبا كل شويه بيحصل فيه حاجات غريبه، اخرهم امبارح لما طلع اعضاء النادي في تظاهرات للمطالبه برحيل رئيس النادي المعقد عماد البناني. ليه عايزينه يمشي يا جماعه؟ هل في فساد مثلا؟ هل في مشاكل؟ لا، قال لك لان الراجل ده اهلاوي بيشجع النادي الاهلي. نشوف مع بعض جزء من التظاهرات من امام مكتب رئيس نادي الزمالك المعقد. زي ما انتم شايفين مجموعه من اعضاء النادي ومعاهم كمان اطفالهم وعيالهم كانوا واقفين قدام مكتب رئيس نادي الزمالك المؤقت، وهو طلع لهم واتكلم معاهم اللي كان واقف بتيشيرت ابيض ده، وكانوا بيطالبوا برحيل عماد البناني، واللي طلع قبل كده وقال ان هو طلع في تصريحات وقال نصا كده الحديث عن اني اهلاوي شائعه يراد بها باطل، لا انتمي للنادي الاهلي سواء من ناحيه العضويه او التشجيع، وايضا لا اشجع الزمالك. لكن الموضوع ده هو اللي خلى جماهير والاعضاء يتسالوا ازاي رئيس نادي الزمالك مش بيشجع الزمالك، وعشان كده طلعوا بالمظاهره دي. طبعا تصرفات والتظاهرات دي كان عليها تفاعل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا من جمهور نادي الزمالك ومن غير جمهور نادي الزمالك كمان. واول تعليق معانا من علاء اللي قال اتركوا الراجل يشتغل ال 55 يوم اللي جايين، مره واحده انظروا لنادي الزمالك وليس للاشخاص. احمد علق وقال ما الجوهر يا جماعه والتوام كانوا اهلاويه وحققوا انجازات لنادي الزمالك. مجدي كتب وقال التحدي الحقيقي للنادي هو تشوش وسوء الادراك والوعي لدى جزء غير قليل من اعضاء جمعيته العموميه. ابراهيم شاف حاجه تانية خالص وقال للاسف دي مشاكل مفتعله لالهاء الناس عن الواقع المرير. محمد علق وقال هذا السلوك الفوضوي أو هذا السلوك الفوضوي الذي نعيشه محدش عارف ليه، مرتضى منصور تولى النادي وليه اتساب كل الفترة دي وكيف هرب وليه لواء شرطة يمسك وليه البناني جه. خالد وصف المتظاهرين وقال عليهم إن هم بلطجية تظاهروا للميل والهوى ولم يتظاهروا للنصب والسرقة. آخر تعليق معنا من حسني اللي قال دول من بقايا مرتضى منصور والترتيب لأحمد مرتضى منصور. زي ما شفتوا تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي على تظاهرات بعض اعضاء نادي الزمالك للمطالبه برحيل الرئيس المؤقت لاتهامه بانه اهلاوي، واللي قال التظاهرات دي بيحركها حد ما لمصلحه مرتضى او لابن مرتضى، واللي شايف ان المظاهرات دي ما طلعتش عشان محاسبه الفسده على اللي عملوه في النادي، لكن دلوقتي طلعت تتكلم عن الرئيس المؤقت عشان هو اهلاوي، واللي شايف انها مجرد مشاكل مفتعله لالهاء الناس عن الكوارث اللي بتحصل.